السلام عليكم ورحمة الله. لمكمل الموجز الرياضية، نظمت اللجنة الأولمبية البحرينية ندوة تعريفية بقاعة المحاضرات باستاد البحرين الوطني للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وحضر فيها استشارية الطب الرياضية من جمهورية كوبا الدكتورة تشامب شبان والدكتور فلاديمير، وذلك بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية عبد الرحمن عسكر، حيث أكد مدير مركز التدريب والتطوير الرياضي نبيل طه على أهمية الاختبارات البدنية المختبرية في الارتقاء بالأداء الرياضي للاعبين وبقايتهم من الإصابات وتحفيزهم على العطاء لأطول فترة ممكنة لما يعزز من قدراتهم وإمكانياتهم الفنية.